حاجة كبيرة جدا لينا، بتمثلنا كلاعيبة جوه النادي الأهلي إن احنا رابع مرة على التوالي نشارك في كأس عالم الأندية. الحمد لله ربنا كرمنا في مرتين وخدنا مركز ثالث. إن شاء الله السنة دي طموحنا أعلى إن احنا نلعب مباراة نهائية إن شاء الله وننافس على البطولة. لجمهور الأهلي على طول ما بيقبلش غير بالمركز الأول. طموح النادي الأهلي كل سنة بيزيد، فخلاص احنا حققنا الميدالية البرونزية، فان شاء الله عيننا على المباراة النهائية ان شاء الله، بس ان شاء الله مركزين في ماتش يوم 15. حاجة مش جديدة على جمهور النادي الاهلي، في اي مكان بنروحه بيبقى هو موجود دايما في ظهرنا وداعم لينا وموجود باعداد كبيرة. اي بلد بنروحها في افريقيا او في اي مكان في العالم، فجمهور الاهلي رقم واحد وعلى طول واقف في ظهرنا. يعني جمهورنا هيبقى طالب مننا كتير ان شاء الله، وزي ما قلت لك طموحه ما بينتهيش، فان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه ونبقى عند حسن ظن الجمهور.